أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. نتمنى تكونوا بخير. واحد الجزائري طلع علامات معارضة للنظام الجزائري وكيوجه رسالة لتبون وكيقول له بأنك راك رئيس ديال الجزائر ماشي رئيس نتاع البوليزاريو، وكيقول بسبب البوليزاريو أصبحنا مدلولين ما عندنا قيمة. أصدقائي الأعزاء، غنخليكم تفرجوا وتعطوني الآراء ديالكم في قناة التعليقات، ما تبخلوش علينا بلايك، لأن اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربة. تنتظر السي محمد من الجزائر. أهلا وسهلا خويا محمد، مرحبا بك. صحة خويا، تحية ليك سي لطفي وتحية لجميع شعب الجزائر. بصح حنا نهضروا على المشاكل، كاين بزاف، نهضروا على الحراقة كاين بزاف، نهضروا على الطلبة تاع الجامعة اللي داروا البارح في وهران المسيرات، راه كاين بزاف مشاكل، نهضروا على الطرقان وش كلش انعدام. هادو المسؤولين ماهوش قادرين، با كابابل، تبون ماهوش كابابل. مادام يحكم في شنقريحة يهضر غير على المروك، مروك 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 مروك، ثم على المروك وبوليزارو، تقولوا هو رئيس تاع بوليزارو ماهوش رئيس تاع الجزائر. حنا نهضروا على اللي يخدم الجزائر وشعب الجزائر، ماشي كنا كل يوم يهضرنا على الصحراء الغربية. الصحراء الغربية خلاص، الصحراء ديرها خلاص، ينساوها الصحراء هذي، خلاص الصحراء المغربية ولات مغربية خلاص، داوهم عليها الأمم المتحدة عطات لهم، هما علاه يكسروا في رسالة، فهمت؟ جات رئيسة تاع الهند هذيك دلت دلة تاع ليبيا كيف كيف. البارح شنقريحة راح لموريتانيا، ما دونوش حساب لينا احنا في لافريك في الدول، في الدول ما دونوش قيمة على جهة البوليزاريو. هذه البوليزاريو طيحت لنا قيمتنا مع الدول، ولات ما عندناش قيمة بسبب البوليزاريو هذه، ولينا ما نسواش في العالم. الأزمات راه الطرقان، الشوماج، الحراقة اللي يموتوا تاع عناب اللي ماتوا تاع انا تاني وليدي راه حرق وقبضوا في البحر السلك، سلك وضرب شهرين في الحبس. المشاكل بزاف في الجزائر، شباب يعاني من البطاله. بعض الجزائريين ولاو كيعيقوا بالقالب اللي دار لهم نظام ديال الكبرانات. ودابا اصدقائي الاعزاء غادي نشوفوا واحد الصديق تاع الشاب بلال في حوار مباشر مع رضوان فروح. بعثها له في الواتساب، روح وشي وشي لازم يدير بلال اخي، الا قالها نفتح لك في اللايف انا شخصيا. السلام عليكم سي بلال، مرحبا. واش راك رضوان؟ الله يحفظك خويا، مرحبا، تحياتي. الله يحفظك. من انت عندك وقلت خطيني من السياسة بس مرحبا. لا مرحبا، قلت للشراب قلت له صلي. المهم لاباس خويا، راك منين؟ الله يحفظك يا سيدي، مرحبا خويا، مرحبا. صحتك لاباس، العائلة، الوالدات، الحاملين الشاكرين، مرحبا. الحمد لله. الله يحفظك رضوان خويا. هذاك فنان، هذاك فنان يقعد فنان. شكون بلال؟ وي اسمعني خويا، يا اخي انا خاطيني السياسة، ما نحبش نتكلم على السياسة. الدولية كيف كيف كانت محبوبة الجمهور الجزائرية، لكن رفض يعني رفضت يعني تحمل العالم للجزائر، هذا ما يشرفهاش كفنانة. هذاك الشيء بينك وبين عادي، ما تعيطوش ليها. دابا الشيء دابا انتم، دابا انتم عيطتوا لها وهي وهي دابا انتم كتعيطوا ليها. هي قالت لكم ما نهزوش من حقها. سير دوان، سير دوان، هي بانت بينا احنا. راح الدولية. ايوا انت واش الدقة المراكشية. ها هو ها اسمعني اخويا رضوان، يا اخي ماشي تكلم في السياسه، الداوديه الداوديه واش الداوديه اللي غنت في الاوبرا بانت بالجزائر منيتك؟ يا اخويا رضوان، المهم ما علينا خويا. الداوديه رفضت حمل العلم الجزائري، داك الشيء كيهمها. شوف رفضت رفع العلم، داك الشيء كيبقى ديالها. بلال حنا اللي رفضنا انه يجي، حنا على مخصوص دراهم بلال خويا رضوان. خويا عندنا شرط انه يعتذر من المغاربه، الدراهم دارهم هنا. الا اعتذر ما قال والو على المغرب، ما قال والو، عطيني حاجه تشبه الجنسيه المغربيه، احنا ما كنقبلوش. مسا سي رضوان، هو قال لك انا ما عندي نادر بالجنسيه. شرف لله تكون عنده الجنسيه، شرف ليه تكون عنده. ما صلي على النبي، صلي على النبي. كيف ما انا شرف لي تكون عندي الجنسيه الجزائريه، هذا سانون شرف، هو راه شرف لي تكون عنده الجنسيه المغربيه. ما عطاها حتى واحد. شوف الجنسيه المغربيه تعطى بظهير ملكي، كيعطيها الملك. انت تجي تستهزئ بها وتقول انا نشرب على كريم. واش نقول لك خويا، يعني شفت من جانب الاستهزاء. واش احنا خويا، احنا خويا اللي استهزئنا بالجنسيه ديالنا ما نقبلوهاش. احنا ما يمكنش نستهزئوا بالجنسيه ديالكم وما نقبلوش اللي استهزئ لنا بالجنسيه ديالكم، وانتم ما تستهزئوناش بديالنا. سي فري سي فري، احنا ان بوان شباب.
هو كان قادر ما يقولش لاكريم وهذوك العبارات مي اه كان بامكان شي كون ما قالش ديك لاكريم شوف هذيك لاكريم وكل الا عطوني كل شباطو واخا هذه واش تقبلها انت مثلا؟ لا يعني ايوا هاني فاهمك هاني فاهمك خلاص انت هادشي اللي كاين. اما احنا ما غنمنعوش من الدخول مرحبا به الى جا المغرب ولكن يبقى يدور مرحبا ماش مخصوص سي رضوان احنا ما قلناش مخصوص الا جا مرحبا به يدور والله غادي يغني يا سي رضوان لا والله لا غناها والله لا قرقبها نوعدك من هنا ويحن بابك تحرش عليك شو والله لا والله لا قرقبها لا ما اعتذرش تاع سي رضوان روح نقول لك تشفى مع اللي قلت لنا والله شوفها ما تحس ان شاء الله ما يحسبونيش قلت الصواب شفيت مالي درت فيديو قلت له باللي الجزائر والله ما دير فيزا لا 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 شوف هذاك امر ديالكم السيادي شوف انا ما عمري قلت والله ما دير فيزا الجزائر بغات دير داكشي ديالكم سوقكم احنا كنهضروا دابا باش بنتي بلال قلت لك والله لا غنى شي يدخل مرحبا به يتسارى يمشي ليزوطيل يمشي يخسر الفلوس ولكن باش يطلع الانسان الا ما كلاسيكش بلال راه يكلاسيك انا لا نقول انا مغربي مني من المغاربه شي الا ما طلعش شوف انا نقولها لك اللي تعرفه وصلها له ماشي انا اللي قلت هذه الهضره انا من انا احنا المغاربه كنا هكذا جينا حتى للبلاد صاحبي بلال على بالك صاحبي وصلها له قول له شوف المغاربه قالوا لك حاجه وحده طلع مرحبا بك قول لهم اعتذروا للمغاربه من طنجه للقويره وانا مع المغاربه من بالصحراء ديالهم المغرب في صحراء والصحراء في مغربها شي لا قالها غير هذه الجمله هذه غنكونوا حنا هذه غير رمزيه مرحبا به حيت علاش تيجي واحد البلاد يدخلوا فيها حيط لا لا تعتذر للشعب المغربي اوكي لكن باش يقول هاك ولا هاك في السياسه والله لا قرقبها شي لما قال الصحراء المغربيه والله ما يقرقبها كان وعدك يا خويا واش نقول لك حيت علاش حنا عندنا البلاد شوف خويا عندنا حنا البلاد حنا شوف عندنا منظار واحد باش كنشوفو منظار واحد كما قال صاحب الجلاله منظار واحد الملك اللي وصلنا عليها يعني من غير الا ما دخلتيش الصحراء قادين نقطعوا العلاقات قطعناهم مع اسبانيا وقطعناهم مع المانيا وقطعناهم مع فرنسا اسبانيا جات اعتذرت فرنسا جات واعتذرت المانيا جات واعتذرت في الواتساب راه واش لازم يدير بلال؟ انا قلتها في واحد الفيديو بلال الا بغى يعتذر من المغاربه يقول اعتذر للمغاربه من طنجه للقويره وانا مع المغاربه في الصحراء ديالهم الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه يجي مرحبا به يغني يسترزق الله مرحبا ما عدا ذلك غيكون عنده يجي تسارى يدور ولكن اوكون سان اعدك امام هاد الالاف ديال المغاربه والمغاربه كلهم غيديروا عليه حملات الا ما اعتذرش ما كنقولكش ما يدخلش غيدخل ولكن ما غيطلع حتى شي سان سي رضوان انا نقول لك من هذا المنبر ديالك شوف الى يعني بالك الاعتذار للشعب المغربي بالك يمشي كامل لكن الكلام اللي قلته في الاخير الى قالها نصح لك في اللايف انا شخصيا سمعتو شنو قال له قال له الا قال الصحراء مغربيه انا غادي نشطح لك على المباشر وثاني لا الا طلع شي سان نشطح لك في اللايف المهم خويا انت خويا نحبك نموت عليك رضوان شوف اخويا يعني انت عليك غير انك راه نعشفه انا ما نهضرش في السياسه شوف النقطه الثانيه المهم كاس افريقيا 2026 مرحبا مرحبا بكم خويا اجلتوها كي قلت 2025 الله يرحم بابك اشرب الماء اشرب الماء اشرب الماء شوف احنا تنقول احنا ما نفرضوش على خوتنا في الفيزا في الجزائر مرحبا بكم اجيل معززين 2025 هم اجلوها 26 عاوتاني تاجلت مره اخرى تاجلت لا 2026 شهر 3 صافي تاجلت خلاص في مصر كاس افريقيا اشرب الماء خويا اشرب واش تاجلت مره اخرى؟ واه اشرب الماء اشرب بك يا خويا والمسامحة معنا من دابا رضوان واش نقول لك تحياتي لك وربي يجيب الخير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يا سي رضوان اقسم بربي انا نقولها لك من قلب الخالص ان شاء الله يا ربي نحول فتنة لا يسباني والله هو سبنا علاش هو دابا واش كاين شي فتنة انت خويا من الصباح وانت كتهضر الفتنة كاينة عندك في تندوف خويا بلال الفتنه كاينه في تندوف الفتنه كاينه في الاخبار ديال 8 ديال الليل في الجزائريه الاولى الفتنه كاينه في وكاله الانباء واسمع هذه انا اول خطره غادي نسمعها
قال لك فرنسا كانت كتصنع بالعظام تاع الجزائريين الصابون، لهذا العلماء افتنوا بعدم استعمال الصابون الفرنسي. الدولة الوحيدة اللي عندها وزارة تسمى وزارة المجاهدين هي الجزائر، فما تقدرش تقنع الجزائريين بإلغاء درس الجهاد. أنا نقول لكم فرنسا لن تعتذر للمستقبل، لا ماشي لن، بالنون، لن تعتذر فرنسا عن جرائمها ولن تعترف بجرائمها. هذه الدولة تفتخر بأنها كانت تقتل الجزائريين وتبيد الجزائريين كالحشرات الأهالي، مواطنين من درجة ثانية، أكثر من ذلك بكثير. الدولة التي كانت تأخذ عظام الشهداء من أجل أن تصنع الصابون، عظام الشهداء، لأنه الصابون كان يصنع بالعظام وكان تستعمل ليس عظام الحيوانات بل عظام الجزائريين. ولذلك أفتى علماؤنا في ذاك الوقت لا يجوز استعمال الصابون الذي يأتي من فرنسا. كيف نسمح لدولة كانت تقطع رؤوس الجزائريين المقاومين والآن تحتفظ بهم في متحف يسمى متحف الإنسان في فرنسا، جماجم شهداء تحتفظ بهم هناك في المتحف وأبت أن تعطينا؟ هنا بعد 15 إلى 20 ما نعرف إلا صح ولا مش صح. هذه الدولة تحالفت مع الكيان الصهيوني في 53 واتفقوا على إنجاز القنبلة الذرية الفرنسية، المشروع النووي الفرنسي. هذه الدولة الفرنسية أعطت الحق لكيان الصهيوني أن يجرب صواريخه النووية في أصدقائي الأعزاء كيف ما سمعتوا معنا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، شكرا لكم بزاف، سمحونا لكم نعطونا لكم. الناس اللي باقي ما شاركوش معنا مرحبا بكم، شاركوا وفعلوا جرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناة المتواضعة. غادي نخليكم حتى الحلقة أخرى إن شاء الله. ديما مغرب والصحراء.